العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم؟ المهم الأصل الأساسي لطالب العلم التفرغ والحرص والدعاء، تفرغ وشدة الحرص والدعاء، هذه أركان لطلب العلم. إذا رزق هذا فسوف يفتح الله له باب العلم. نعم.